رفقاتي ورفاقي في الجبهه الشعبيه وعلى راسهم مجلس الامناء، وعبر عن عميق الابتهاج بالتحاق او بالانخراط حزب القطب الديمقراطي في الجبهه الشعبيه. اقول انخراط لان رفيقاتنا ورفاقنا في القطب كانوا وكنا دائما على اتصال مباشر وفي حالة تشاور معناها مستمرة، وخاصة بعد اغتيال رفيقنا وعزيزنا وشهيدنا شكري بالعيد. إذا قلت وعبر عن الابتهاج بانخراط رفيقاتنا ورفاقنا في القطب في الجبهة الشعبية، ونحن أي مجلس الأمناء، أعضاء مجلس الأمناء، وثقوا بأن القطب ستكون له إضافة في الجبهة وسيكون له دور هام في الجبهة، والجبهة الشعبية ستبقى كما كانت مفتوحة لكل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية التي تريد تحقيق أهداف الثورة وتعمل جادة من أجل ذلك. وإذا كما قلت أجدد التحية لرفيقاتنا ورفاقنا في القطب، وربما تأتي الأيام القادمة بأخبار سارة أيضا جديدة، ذلك أن أخواتنا وأخوتنا ورفيقاتنا ورفاقنا في التيار الإصلاحي في التكتل الديمقراطي هم الآن بصدد مناقشة إمكانية انخراطهم معنا في الجبهة الشعبية. نحن مستعدون للنقاش بطبيعة الحال، ومرة أخرى الذين راهنوا قبل الندوة الوطنية يومي 1 و2 جوان على تصدع الجبهة، ها أن الجواب جاءهم عن طريق القطب، وربما ستأتيهم بقية الجواب في الأيام القادمة عن طريق قوى وطنية وديمقراطية أخرى. ما حركة النهضة وأخواتها هو شيء حول الإسلام، مش صراع دين حبب، وإنما هو مش صراع حول الإسلام، وإنما هو صراع مع مشروع سياسي اجتماعي وطني. هذا هو مش صراع حول الإسلام، هذا مسلم ولا مش مسلم، وهذا كافر ولا مؤمن، وانهم يحبوا يكلكلوا من بعد سمعت كلام ستاكس رئيس حركه النهضه قال الاسلام سينتصر. مش هذه مشكلتنا بالنسبه لنا، مشكلتنا نحن الصراع الحقيقي هو صراع حول المشروع السياسي الاقتصادي الاجتماعي معناها الوطني. بعباره اخرى نحن نقول للناس هذا برنامجك تعرف انا الدوله مش تبناها، هذا برنامجك مش تحل البطاله، هذا برنامجك مش تحل قضايا الصحه، هاد برنامجك باش تحسن قضايا ممكن لها معناها تاع التعليم، هاد برنامجك باش تطور تونس ثقافيا وعلميا معناها ومعرفيا، هاد برنامجك خلينا فهمت نناقشوا عليه، هاد سياستك الخارجيه، برنامجك في السياسه الخارجيه، هذا هو المجال الحقيقي بالنسبه لنا احنا معناها تاع الصراع قطع النظر على الانتماءات الايديولوجيه والفكريه لهذا الطرف او ذاك. طاهر الحداد كان مسلم اصلاحي خارج من الزيتونة، لكن البرنامج ونحن ندافعوا عليه وهم ضده. ولهنا يوريك القضية قضية سياسية اجتماعية ثقافية وماهيش قضية دينية. الشعبي هذا جانب، ثم جانب آخر زاد ما ننساوش البعد العروبي اللي هو بعد قوي، البعد القومي اللي هو العروبة هي جزء أساسي من هوية هذا الشعب.
وحتى في المجال هذا هم قاعدين يتخفوا وراء بعض الهويات باش يخفوا مواقفهم السياسيه. والجبهه الشعبيه كلها ما هو موقفكم من التطبيع مع كيان الصهيوني؟ تحب تحكي عن الهويه؟ ها هي السياسيين كيفاش تترجم الهويه في 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 النقطه هذه؟ شو موقفكم من تجديد التطبيع مع كيان الصهيوني؟ انتم تعرفوا انه تهربوا من المساله هذه ومشاوا حتى حطوا كلمه وان الصهيونيه هي ايديولوجيا عنصريه. بضغط الماء حتى الكلمه هذه معناها نحرف. والجبهه الشعبيه التي لا تقبل الضغط من اي كان هي مع تجريم التطبيع مع كيان الصهيوني وهي تعتبر ان الصهيونيه ايديولوجيا معناها عنصريه. هذا ايش حبيت نقوله انه احنا مستعدين لهذا لكن تعرف في مثال الجو بتاع السب والشتم السب والشتم الجبهه ما تحبسش في المستوى هذا. احنا عارفين وعارفين من الكلمات اللي قاعد تخرج الانهارات اللي اشار لها بعض ولكن يا جبل ما يهز الريح ما يخوفناش السب والشتم. احنا اللي قلقنا وقت اللي نحن نحسوا بلاش قاعدين نخدموا بالبلاد وبلاش قاعدين نطوروا بالبلاد هذا